السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، اليوم نتكلم على الفيجل. الفيجل في واحد السر عظيم للاستحمام به، للرش به أمام عتبة المنازل والبيوت، ثم للرقية به. هذا الفيجل عنده واحد الشأن عظيم عند الجن، وتقضي الجن الشيطان والجن السيء المكلف بشيء سيء في بدنك او في حياتك او بعكوسات او بشر بسحرين باي شيء الا التوكل. هذا التوكل داخلي، خاص الانسان يستفرغ ويدير الاسهال. اما بالنسبه للمسائل الخارجيه فتوخر بالفيجل، فان فيه سر عظيم. ولكن حب هذا ان شاء الله لو زدت عليه الفاسوخ والشبه للفيجل، الشبه قلنا الحرمل والفاسوخ الابيض والاسود، راه فيه واحد السر، وهي الحمد لله اما الانسان يتبخر 7 ايام ولا 21 يوم.